نديم وموسى شابان من القدس، وجدا أن المدينة تعاني من الركود والأسواق شبه فارغة، لهذا قررا مد يد المساعدة للمحال التجارية الصغيرة. طابون البلد، كل أنواع البيتزا على طابون، راح تلاقوها هون. أشياء يا جماعة، عندو لكم محلي وشمين الريحة اللي عم تطلع من الفرن. المبادرة هي إنتاج فيديوهات ترويجية للمتاجر الصغيرة يستخدمان فيها تقنيات متواضعة، لكنهما يقدمان شرحا وافيا ورشيقا مليئا بالحيوية. هي كانت مبادرة من باب أنه ندعم البلد، ندعم تجار البلد، فما كان في داعي أنه نفكر في الموضوع من ناحية تجارية قد ما هي أنه من ناحية انتماء للقدس كأولاد بلد، كيف ممكن نقدم إشي اللي بيطلع في إيدنا. فهذا اللي اكتشفنا أو قدرنا أن نوصل له، أنه نعمل هذا النوع من الدعايات. الفيديوهات الترويجية ينشرها نديم وموسى على وسائل التواصل الاجتماعي. كلفف وادي الجوز، شوفوا شو المفاجآت والعروض اللي راح تكون لكم. جاهزين معاي؟ يلا. لأن التجار يعانون من الركود، فإنتاج الفيديوهات الترويجية مهم، لكنهم لا يملكون المال لإنتاجها بأنفسهم، لهذا فالمبادرة جاءت لتحل إشكالية التكلفة. شباب القدس طول عمرهم بيساعدوا حالهم من حالهم، يعني كتير مواقف صارت في القدس عندنا هون، أهل القدس وخصوصا شباب القدس هم اللي بيساعدوا مع بعضهم، هم اللي بيكونوا مع بعضهم دائما إيد عايد. فحبينا نسوي المبادرة إنه يكون حتى نعرف مين التاجر، ايش السلعة اللي عنده، وكمان نعطي ناخد من عنده عرض للمستهلك. هيك نقدر يستفيد التاجر ويستفيد المستهلك بذات نفس الوقت. ارتفاع نسبة البطالة وتردي الاقتصاد وتصاعد الإصابات بفيروس كورونا كلها شكلت أسبابا للركود، ولكن في ظل هذه المأساة خرج نديم وموسى بحلول يسيرة وسريعة على قدر الإمكانيات ليقدما مثالا للشباب ولما يمكن فعله لمساعدة التجار. بسبب جائحة كورونا فإن الأوضاع الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالمحال التجارية الصغيرة تزداد صعوبة يوما بعد يوم، ولا يعلم إلى متى سوف تستمر الجائحة وإذا ما كانت هذه المحال التجارية قادرة على الاستمرار. أحمد البديري، قناة الغد، القدس المحتلة.